بسم الله الرحمن الرحيم. دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على بناء علاقات متميزة مع العالم أجمع لتكوين اقتصاد متكامل يضمن مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة. والصين تعتبر إحدى الدول الكبيرة العظيمة لها دور متميز في الاقتصاد العالمي، سواء صناعة، تجارة أو خدمات لوجستية. تواجدنا اليوم في الصين في العاصمة الصينية هي طبعا هي استمرارية لنهج دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم كل ما يمكن من معلومات للمجتمع الاقتصادي الصيني من قدرات وإمكانيات الإمارات العربية المتحدة اللي حققتها خلال 48 عام من تأسيس الاتحاد. اليوم دولة الإمارات تنعم بمؤسسات اقتصادية متميزة كالمناطق الحرة، كالمؤسسات، كالمواني، كالخدمات الطيران، مجالات كثيرة متعددة بالتركيماويات. أنا أعتقد هذه بداية قد تكون شبه متأخرة لكن ليس متأخرة على الإطلاق. نحن هنا لنقدم أفضل ما لدى الإمارات العربية المتحدة من جذب استثمارات صينية، وكذلك هناك فتح آفاق قد تكون للجانب الإماراتي كلمة فيها والاستثمار فيها.